اهلا وسهلا بك زميلي الكريم لضيفك على كل ما قلت. اكبر عدد من الاهداف طبعا اوكي مهم، ولكن الاهم من ذلك ايضا هو انك ما لا تتلقى الاهداف داخل ميدانك حتى تتمكن من طبعا لعب مباراة العودة بأريحية امام هذا النادي المجهول بالنسبة الينا للطاقم الفني لنا طبعا نادي رونجيرز. يمر حسب معلومية وضربة الانطلاقة لنادي رونجيرز النيجيري مع اولى الكرة مع اساس اكورا تسترجع مهمه الطريقه مع طوبال. طوبال توزع في القائمه الثانيه، الخطوره بعيد معليش، هذه اول تملك الامكانيات تملك المباراه ولكنها كانت الهجوم يستلموا الكره يكونوا قراب لهم لاعبين صعبه 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 كادت ان تفاجئ العرس عسنانا بونسو. من الممكن ان نفاجئ ونباغت هذا الحارس، من الممكن ان نفاجئ ونباغته لانه هاي الاعاده سوء تمركز وزايد الاذان يخطف هذه الكره. كان يجيد التسجيل بالراس خاصه بابيديو، هل دخلت الكورس في الكثير من الاختلالات. هاي الاعاده للكره الثابته من بورديم، المتابعه والمقصيه لا هنا اما دخلت الكره، لا اعتقد انها دخلت هذه الكره، اعتقد بان اذا امكن وقف الصوره انا يزيد الكره دخلت، سمح لي سيدي الحكم الكره دخلت واعتقد انه خرجها باليد، ربما كانت محجوبه الرؤيه يعني. هدف اوه مرت جانبيه، هذا هدف واذا لم يحتسب الهدف يحتسب ضربه الجزاء. اعتقد بانه ذكريني من برير، ولكن في جميع مرباح الى زيدي تصل الكره الى زيدي، اراد ان يلعبها مع بورديم. تبقى الخطوه لعبد الجليل، التسديده مرت بعيده عن اطار المرمى، مرمى نانا بونسو احسن ما فعل التسديده تستمر. لمس بلي فعلا ترفعها فوق الجدار وتليب المدرجات. بورديمو الجدار وتلب المدرجات، وفعلت ايها الفنان في الاوقات السجاره. هو اللي راح يسجل، لا بيشعر واحنا شعرنا بقلوبنا لاننا اليوم ليست شبيبه الثوره وليس الجنوب الجزائري فقط بل كل الجزائر اليوم. دعنا يا سيدي نستمتع بهذا الهدف بروعه بدقه بالمليمتر بالمهاره بالمتعه بكل شيء ان صعدت عليه. يلا يلا الحارس بدا يتاب الجليل، زيدي وجليل يطلبان الكره هنا الثانيه، لا زالت الخطوره كاد ان يكون الثاني من بورديم لكنها مرت فوق. خطا في تدخل من الخلف طبعا من بين المهام الحكم خليل، ما انا في بعض الاحيان مانيش نعلقوا كما متعودين نعلقوا. الحذاري حذاري حذاري كرتك يا جميلي. لا 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 الهدف الاول لنادي رونجيرز من سوء مراقبه وهدف في وقت حساس. معليش لدينا الوقت الكافي للعودة، سوء رقابة وحتى جميل لم يغلق الزاوية كما ينبغي. هاي الكرة الصعبة هنا الإعادة خلا وحده طوبال نسى نفسه، بابيدي عادة متأخر وجميلي لم يغلق جيدا الزاوية. يعود إلى هواري جميلي، هواري مباشرة لماذا دفعت يا هواري عادة. يلا 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 عذاري 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 وهواري جميلي في آخر لحظة يتدارك الخطأ. معليش ارتكب الخطا وقلت مسوي انه الرياح اعاقت نوعا ما تخليك اللاعب لا يجب ان يخامر تماما داخل منطقه العمل. هاي الاعاده لا انا ليست اعاده للخطا ولكن هذه اعاده للتدخل الرائع من اول جميل لانهم يعرفون انه كرات مليمتريه تنفذ من مورديم. انا شاهدت ولكن كانت بمنفذه طريقة مليمترية من بورديم. اعتقد مرباح تربيبة الثورة تنفذ وجميلي بروعة الى الركنية. كانت منفذة كما ينبغي ولكن جميلي تموقع في المكان المناسب وتمكن من اخراجها الى
ضربة مرمى نفذت كما يم رقم ثلاثة شكل ستكون ناحية بابيدي. لا لا جميع الثورة من بورتيم والكرة الثابتة وركنية لصالح شبيبة الثورة ولبورتي دائما. حامي يبحث عن المراوغة يوزع في القائمة الثانية. زيدي 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 كانت في مكان مناسب. توزيع جميلة وتموقع كان أحسن. تموقع بشكل جيد افتقدت تقتل الدقة. هاي العادة. سدد متابعة لبورديم تتنفذ الكرة عالية في القائمة الثانية. الكرة دخلت. لا 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 بحاجة إلى أنصارهم ونحن بحاجة إلى الثاني فوق العارضة الأفقية. فوق العارضة الأفقية كانت هذه الكرة. ثلاثية أمام بوسماعه طبال مرة أخرى رائعة خطيرة صعبة والثانية دعم جليد. يا جليد كان زيدي من هناك وحيدا يطلب الكرة حامية عليه ولكن زاوية الرؤية لم تكن صعبة كانت صعبة بالنسبة لجليد لأنه كان داير بظهره هو حاول. هاي الإعادة كانت رائعة من بورديم هنا لم يرى لم يرى لم يرى كان بظهره. المهم ان الثاني قريب الكره كادت ان تاتي بالجديد لكن حذاري حذاري في الخلف حذاري في الخلف. مهم ان نضيف جدا ان تغير اتجاه الكره. صحيح مرت بسلام مرت الكره العاليه انطلاقه لشبيبه الثوره تصل الى زيدي تعود الكره خطيره هذه الكره من بوردين والى هذا اللي تحدثنا عليه اخ كريم لازم يكونوا قراب له اللاعبين حتى لانه مهاري عنده تسديدات عنده تمريرات فعل كل شيء في هذه المباراه رجل المباراه من دون منازع بورديم اليوم. فريق الثوره في العشر دقيقه الاخيره من عمر هذه المباراه هو رجميلي جاليتا خطيره صعبه صعبه بورديم كنا صعبة لأن بورديم يعني 30 ثانية يعني صرخ 30 ثانية حذاري 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 هو رجميلي ورجميلي الفريق النيجيري يلعب مرتدات يحاول يستغل أخطاء الشبيبة يلعب على الجزئيات الصغيرة وعلى أخطاء فريق شبيبة الثورة. والدقيقتين الأخيرتين من الوقت الرسمي عالية طويلة ترفض أن تدخل الكرة ترفض أن تدخل كرة حامية تدخل الجميع تدخل على الأقل سيضيف خمس دقائق هذا أقل شيء يعني بالنظر إلى التوقفات وشبيبة الثورة أنت أدرى مني خليل متعود على التسجيل في الدقائق الأخيرة هل ستفعل المفاجأة وستسعد هؤلاء الأنصار؟ لا ادري يا زيد ان امكن ان نعد مشاهده المدافع لقطه تسديدها لمسها اللاعب بيده ام بجسمه فقط ما دام المباراه متوقفه لان يعني شاهدنا الكره بسرعه هكذا جاليتي تمكن منها تصل الى بورديم ممتازه خطيره هذه الكره صعبه صعبه كره الثاني كره الثاني تضيع كره الثاني تضيع تضيع يا تضيع يا زيد رغم ان كنت في مكان مناسب مازال دقيقتين بجريب بجريب لم تصل الى جاليت تعود الى بورديم دون ان تضع بورديم بجريب بجريب فوق العارضه الافقيه فوق العارضه الافقيه لمرمى الحارس نالو بونس على الصعيد الافريقي عاليه عاليه مرت 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 فوق العارضة الأفقية كان وحده مع زيدي كان وحده مع زيدي كرة هدف فعلا كرة هدف كرة هدف كرة هدف ضاعت المهم المهم هي الخرجة الأولى لشبيبة الثورة تغطية بوسماعة ونهاية المباراة إذا بالتعادل الإيجابي هدف مقابل هدف بين شبيبة الثورة ونادي رونجرز كما قلنا مساوي لا نخجل من هذا التعادل اللاعبين مشكورين على الاداء اللي اداوه اليوم وهي مغامره كما قلنا اخ كريم في البدايه اكتشاف جديد شكرا